لم أخلع حجابي بأيام السراب ومشهدي في السرير ليس حراما. إيه يا حاجة؟ ما قلعتيش الحجاب عشان لبستي باروكة ومشهد نايمة في السرير. كنت مشهد عامل ازاي؟ بص لا 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 الاول بس قبل ما كان المشهد عامل ازاي في السرير؟ هقول لك حبيبتي ما تجاوبي على قد السؤال وهسيبك تتكلمي. اه يا حبيبتي ده مسلسل. انا عايزه اقول لك مسلسل سعودي وانت عارفه ان السعوديه اياميها كانت حاطه محظورات دراميه، يعني الحمد لله المشهد بتاع السرير ده لا انا قربت من الراجل ولا هو قرب مني. احنا كلنا في امور ثانيه. انا بقول ما تفتكريش انك انت هتخليني كده اسكت. ايوه بس يا حبيبتي مش يعني مش انا لازم اقول لك انا ما بتكلمش على دوله مين اللي انتجت المسلسل ورحت فين. لا يا حبيبتي وعملت ايه بين. انا بتكلم عنك انت. الدراما فيها مقاييس حبيبتي عشان تدخل كل بيت غير السينما. المسلسل ده درامي عربي سعودي كمان في بلد. طب ممكن اسالك سؤال تاني خالص؟ ايوه ماشي اتفضلي. هسالك سؤال تاني خالص. اتفضلي. إيه انت لما لبستي الباروكه كده ما قلعتيش الحجاب؟ لا قلعت كده. لا جبتي من الاخر معايا عشان نخلص. انت تقعدي بقى تقولي لي بس. انا عايزه اقول لك انه يعني كان أصعب. طب عايزه تقوحي في ايه بقى؟ مش هقاوح. انا بصي انا لبست الباروكه لبست بونيه ماشي وحطيت فوقيه الباروكه لان المفروض المشهد اصبري بس المشهد انا نايمه وبيدخل واحد عشان يقتلني فانا المفروض جوزي هو متفق معايا فما ينفعش ان انا ابقى هو نايم وعامل نفسه ان هو لحد ما الراجل يدخل يقتلني. نايم جنبك على السرير. ايوه نايم جنبي على السرير بس في قدامي مسلسل يا محجبه كان. هو الحجاب على الراس بس حبيبتي ده مشهد في منتهى الستر وفي منتهى الاحترام متغطيه وهو متغطي بغطا وانا متغطيه بغطا. انت اتحجبتي بتمثلي ليه؟ لا انا بحب التمثيل. لا بحب التمثيل صدقيني. انا بعتز جدا بالامام ابو حنيفه النعمان، بعتز جدا بالامام عبد الحليم محمود، بعتز جدا بمسلسل الامام الشافعي، بعتز جدا ب ممكن اقول لك حاجه بقى؟ مسلسلاتي انا بعتز. انت النهارده بتقولي على اللي بيقلع الحجاب انه مرتد. انا عمري ما قلعت الحجاب. فواخد اقصى التشدد لدرجه ان انت حاسه ان داعشيه قدامي. بعد الشر عليا. ونفس الشخصيه اللي قدامي مش شايفه انها كانت لما في مشهد جنب واحد في السرير ولابسه الباروكه انه عادي. طبعا لان انت مين يا حاجه؟ مين يا ميار؟ انت مين يا بس؟ انا ميار ببلاوي بس هقول لك ليه. اولا المشهد معمول بالمقاييس الشرعيه. ما انت فعلا ميار ببلاوي قلعيه. المشهد ده معمول بمقاييس شرعيه جدا جدا، يعني مش كوني انا في السرير مش لازقين في بعض ولا حتى في غطا واحد، انا متغطيه ونايمه كده وهو نايم كده وبيدخل يا حبيبتي. ايه المقاييس الشرعيه انك تلبسي باروكه وتنامي جنب راجل وتكوني قلعه على الحجاب وتعملي هذا المشهد وانت بالحجاب؟ بتسيئي للحجاب. ده اللي بتكلم عليه. ممكن اكون كده، ممكن اكون اسالت الحجاب. هو في حاجه اسمها يعني دلوقتي تقولي لي انا محجبه وتجيبي بدله رقص تلبسيها فوق العبايه وتقولي لي ما انا كده محجبه؟ والله انا بحارب جدا اللي يلبس الباروكه من يومها لاني انا يوميها حسيت بطعمه كده في قلبي. مين الشيخ اللي سالتيه وقال لك انه يجوز؟ محدش قال. لكن انا قنعت ان انا لبست بونيه. خدتي فتاوى من عارضات الازياء؟ اه يعني صح. انا قلت ايه؟ قلت عارضات الازياء. لا انا قلت عارضات الازياء الايرانيات بيلبسوا البونيه وبيلبسوا الفيا اللي هي البواريك العاديه. يا سلام. بصي بناخد الفتاوى دلوقتي من عارضات الازياء الايرانيات. لا قولي انا غلطانه. لا مش هقول لان انا كنت عارفه ساعتها يعني ما غلطتيش ان انا غلطانه. لا طب خلاص يا هو حبيبتي انا غلطانه. انا رحت انا خلصت المشهد. لا حضرتك انا ما نمتش جنب رجل غريب ولا ما ولا كان جوزك اللي في السرير ده. ما كانش المشهد كده. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه الكلام ده غلط يا بسمه. يمكن احنا فاهمين غلط. مش كان في انا عايزه اهدى جنبك عشان انا واخده ليه؟ لا إن انا كملي. مش كان في راجل نايم جنبك في السرير يا حبيبتي؟ ما ينام. ايه يا حبيبتي ده تمثيل. البشر كلها واقفين. عارفه يعني ايه؟ انت اساسا انت يعني في الاستوديو عارفه انا اول ما خلصت المشهد رحت عملت عمره وتبت عن ان انا لبست الباروكه وفوقي فوق البونيه. يعني انا لابسه بونيه ولابسه باروكه وما حللتش الموضوع ده بعد كده ويعني استغفر الله العظيم يا رب استغفرت عنه وتبت عنه والموضوع عدى. لو اتكرر هذا المشهد مره اخرى مستحيل. في عمل تمثيلي هتقبليه؟ لا 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 طبعا بس لا طبعا.